بذاتهم. يقول أنه بفضل الله متزوج ورزقه الله بطفلين ودخله محدود جدا، فهل يجوز أخذ موانع حمل؟ يجوز مع الكراهة، يجوز أخذ موانع الحمل مع الكراهة. وأنا أقول دائما إن أخذ وسائل منع الحمل تدل على ضعف إيماننا بالقضاء والقدر. لو أننا آمنا بالقضاء والقدر إيمانا كاملا وأيقنا به يقينا لا يتطرق إليه شك، مش محتاجين إلى وسائل منع الحمل. ليه؟ أسأل مؤمن بأن الله إذا قدر أن يرزقني سيرزقني، أخذت وسائل أم ما أخذتش وسائل؟ وعشان كده النسوان دي اللي بياخدوا الموانع بإيه؟ وبيحملوا وبتركب اللولة وبتحمل خارج اللولة. خد بالك ليه؟ قدر الله أن يرزقها. فلو إنك أنت أيقنت بالقضاء والقدر ما أنتش عايز، مش عايز وسائل مانع. هي ستي الله يرحمها وستك الله يرحمها خلفوا قد إيه؟ وقفوا ليه؟ وقفوا ليه؟ ايه؟ خدوا موانع حامل، ما خدوش موانع حامل، دي امور مقدره. ولذلك ربنا قال: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى كل نسمه حضرت هذا الميثاق لابد ان تخرج الى الايه؟ الى الدنيا، شئنا ام ابينا. كل نسمة حضرت هذا الميثاق لابد أن تخرج إلى الدنيا شئنا ما، مهما حاولنا نحدد النسل ونمنع الولادة لابد أن يخرج المواليد الذين خرجوا في هذا الميثاق. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله إن لي خادمة أو إن لنا خادمة وهي سانيتنا، يعني هي اللي بتملنا المية من برة، وأنا أطوف عليها أي أعاشرها وأكره أن تحمل، فهل أعزل عنها؟ أعزل عنها؟ قال: إن شئت. إذا عايز تعزل اعزل، إن شئت اعزل. والعزل هو أن يقذف الرجل خارج المرأة، أن يقذف الماء الدافئ خارج المرأة عشان ما يتمش تلقيح، هذا هو العزل. قال: اعزل إن شئت سيأتيها ما قدر له. اعزل وسيأتيها إيه؟ ما قدر له. بعد شهر رجع بيقول له: مش البنت حملت؟ قال له: ما انا قلت لك، ما انا قلت لك ان هي حيجيلها المكتوب. فلو احنا ايقنا بالقضاء والقدر وان انت من قبل ما ربنا يخلق السماوات والارض مقدر لك يرزقك خمسه، يبقى هم لابد يكونوا خمس، سبعه لابد يكونوا سبعه، اثنين لابد ان يكونوا اثنين، ها؟ يبقى الايمان بالقضاء والقدر بيريحنا، ولا سيما ان كل وسائل منع الحمل الحديثه كما يقول الأطباء المتخصصون فيها ضرر على النساء.